يا رب تكونوا بخير. وحشتونا قوي قوي قوي، وكل سنه وانتم طيبين، وصلوا على النبي يا جماعه. احنا بقى بنعشق الدلمه وما بنعرفش ناكلها الا مع بعض. طلبي طلبنا كلنا، عشقنا كلنا، صح؟ فعملنا الدلمه العراقي بقى، وتعالوا افطروا معانا ونسمي الليل على احسن. احنا خلاص فصلنا، الجو حر وهنموت. افطروا معانا يا جماعه. الجو حر النهارده يا جماعه بطريقه. طبعا في فكره الورق العنب. كنت عطشان. خدي كوسه، تنزل تاكلي كوسه. ده انا اللي هلبس الكوسه كلها بقى. لا عندك كتير، انا مش عايز اكل حاجه. لا اكل جميل جميل. ايه رايك يا احمد؟ تحفه تحفه تحفه. شاطر. اتفضلوا معانا بقى يا جماعه، احنا عارفين ان الاكل مش باين. ما انتش بتقوليها. معرفش ليه. الاكل مش باين بس كفايه عليكم لمتنا الحلو، صح؟ من الاكلات اللي بقت مفضله عندنا يا جماعه. فاكرين اول مره جربناها؟ في عندكم. ده كانت جميله قوي. عملنا انا وانت حل قد كده اهو. يوميها هم كانوا كميتهم اقل، كان تحدي. احنا حله. انا دوتها اتهبلت. وين كانوا بياكلوا منها وهي لسه ابو زلام؟ فاكره محمد بالورقه هنا في العنب حلوه. غير المحشي التاني محمد يحب ورق العنب فيها، غير كده لا. ايه هات له حته زنجري بس ما كده. احنا قلنا البنات اللي مش بيحبوا اللحمه نعمل ايه؟ لازم ندور. لازم كله يدوق من كله. كله في تاني سخن وانا ايه كنت بغطيه. البطاطس دي مش عارفه حلو قوي. الزنبر الا الدم العربي. كل لحمه حلوه البطاطس دي. لسه هاكل من الاول. كل 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 الاكله دي حلوه قوي في رمضان. حسيت. بصوا يا جماعه احنا عيله المحشي. بس استثناء حد يعني مش تبعنا. صح؟ احمد انا مين؟ مين؟ تنزل بلها ما عادش ليها فيها زي الغنم، صح؟ بس باكل ورق العنب. وكلهم بتاكل ورق العنب هنا كتير. مش طايله بقى انتوا طوله. لا ما احنا بناخد هنا لسه في كتير. استنى كتير هنا. طب ماشي، ما هو انا اصلا الحله دي اللي كانت الكبيره مش انا قايله لكم؟ لو يعني الورق العنب بس تحت هنا. بيني وبينك يا اهم حاجه على الاكل. انا بمسك ميه نفسي على الميه، بتعب اول ما اشرب ميه كتير. ما انا اقعد اشرب واتعب واشرب تاني. بقول بكره مش هعمل كده تاني. يا لهوي انا مش عارفه انسى اشرب ميه اصلا. على فكره الفاكهه عندنا بارده يا شيخه. احنا معروفه الاول. يا بختيكوا. بجيب لكم نص طبعا بردان. حق صدقت البتنجان الابيض؟ لا سخن نار. استنى انا
بتنجان ابيض ينفع في اليوم الاسود؟ اه كان نفسي فيه، بس من نوع يا ماما اللي ليه قشره من بره. بتنجان ابيض ينفع في اليوم الاسود. قرب بقى رمضان يروح وانتظروا بقى تحدياتنا الجامده. نكسبهم تاني. اه ارجعوا تعالوا تاني وبس اللي تنزلوا كانوا عايزين تحدي. تيجوا؟ يلا. نطلع العيال على جنب؟ اه. واحنا نعمل التحدي بعد العيد هيبقى بعد رمضان هيبقى بسخت. ايوه طبعا ده اكيد. بصوا التحدي اللي هيشبع الكل هيحفل عليه هيعاقبه. والله انا شبع. ايه رايكم؟ ايه رايك انت؟ ما حدش هيشبع اصلا. عارف احنا هنشبع؟ اه تشبعوا. يا حد ايدك يا بنتي يا شوشو. تسلم يا قلب شوشو. هو حد هيشبع من الاكله الحلوه دي؟ لا طبعا. يلا كل كمان عشان احنا لما ما هو ما بس قدام اللحمه كلها جايه قدامنا. ما انا باكل. ايه باكل؟ باكل بس انا اللحمه كلها جايه قدامنا. شو كبلك؟ احنا يلا استحمه. احنا بنطلع لكم ما بنتكلمش. اه والله يا جماعه فعلا الاكل مختلف. نسيت اللي انا كنت اللي احنا كنت مصور وكنت غني. اه يعني والله يعني في رمضان الاكل بيبقى تقيل سبحان الله. ده محلو ده رمضان. قولي لهم انا وانت عملنا ايه امبارح؟ عملنا ايه؟ ما تجربي حته لحمه يا بسم الله. قول لهم ايه؟ احنا عملنا امبارح. عملنا ايه؟ احمد صلى التهجد امبارح يا جماعه. شاطر. حاجه سرقها وصبحنا. صبحنا صبحنا صبح صبح يا عم الحاج. فرحانة اللي هو صلى امبارح. شاطر. بس ده شوشو اللحمة النهاردة صلي معاك جميلة. ان شاء الله. كل يوم. انا عاجبني الورق العنب. كل يا قلبي. انت بتحب انت اصلا بتحب الدولمة عشان ورق العنب. انت بطاطس. حلوة. ايه؟ انا قلت اللي بيضيق ده. ايه؟ كده احنا. ورعنا؟ طب يلا كل اللحمه. فحمش انت ما كلتش لحمه. بقى لا بقى عشان ده فصل. لا بجد يا جميل. لا انا كلمه علي كفايه كده عشان احنا طولنا عليهم نقفل الفيديو. لا احنا ما طولناش احنا بناكم. لا علي علي اوعى تزهقهم. اوعى تقول ان انت شبع. لا لا ما فيش. علي عايز ياكل جري بجري ويؤمن على الاكل. شبعت الحمد لله. في مرة واحنا قاعدين على الفطار. عليه؟ والله ايوه هو اللي شبع. اه. انا حبل. في مرة يا جماعة والله كنا بنصور. لقيته قاعد ونسي ان احنا بنصور خالص. رحت قلت له علي احنا بنصور طبعا قطعتها في المونتاج. علي ده احنا بنصور. قطعتها في المونتاج. والله؟ والله ايه؟ طلعتهم بيعملوا ازاي؟ قلتهم. بس ماشي يا جماعة في اللايك بقى بالله عليكم. خلاص اهو دخلنا في العشر اواخر من رمضان. طيبين. كل سنه وانتم طيبين. ايام الحلوه بتجري. طبعا. طيبين. العيد قرب. العيد فرحه. لا. لا. العيد فرحه. لا مش هعرف. العيد فرحه. مش كل حاجه. ايوه. بتحشت ازاي دي؟ لسه مش بعتش. انت شبعتي؟ وانا ما شبعتش.
ما بتبقش. انتي هينا عليكم. انا بس اروح اتمرن. المنزل جنبك اهو. الورق يعني حلو. عنده. عنده. ازرهم يا جماعه بيضعفوا قدام المحشي. طب ده انت. ما دقتش كوسه. لا دقت. دي حشيت ازاي؟ لا انا دقت كل حاجه. ما سبتش حاجه ما دقتهاش. بس احمد بيقول لك ايه؟ حشيت ازاي؟ دي حشيت ازاي؟ وجود ربنا بيبقى ايه؟ ورقة صغيرة كده بنستخسر نرميها بنحط زقننا جوه زقننا يطلع زقننا مش انا يا جماعة. انا عرفت. مطاس حلوة. مطاس حلوة. الأكل كله. مطاس سنة كتيرة اهي. بجد الأكل كله جميل. لا خلاص خلاص. ورق البنة ضوية ولا أوي 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 أوي. والصوص بتاعها فظيع. مش ينفع في الأول. لا لا لا. ها؟ لا. بتقولوا جو سقع من التكييف ده انا حاسه ان انا نار. وانا. اول محشي بس. ادي طاقة يا جماعة. ادي طاقة. طب نختم عشان الطاقة؟ لا. مش ختمة. ختمتني؟ لا. انا عاوز اقعد مع الناس شويه. خد بالك انا قاعد باكل. لو قتلنا هيقوموا ويسيبوا الاكل يبقى يقعدوا ياكلوا. كل انت وهي يا ماما. يقعدوا معانا شويه. كل كل لحمه. يقعدوا معانا 24 ساعه. كل واحد بيدور على حاله. واكثر كمان. اه بيزعلوا. لما بيكونوا لوحين محمد واحمد بيزعلوا. عايز الدكتورة انا؟ مليانة طول 24 ساعة. انا قاعد قدام الاكل اقعد اكل يا جماعه. امال انا مش عايز افصل ليه؟ فهمت بقى؟ بقول يا عم هفضل اتعب. لا مش هيتعب. لا هتعب. انت نفسك تقوم مش هنختم. لا سلام عليكم. خلاص يلا نعمل لهم بفراغ. اه بس مش هنقوم. لا هنكمل. حاسه مش بلاش. يلا سمفونية نسمي ايه؟ عائلة أم محمد البورسعيدية. يلا اثنين ثلاثة. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا كل جديد. والسلام عليكم. احنا اسفين على اللي حصل.